أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة وفي عناوينها: الميليشيا تعتدي على طبيبة في مستشفى الثورة بصنعاء، مدينة التربة بتعز تحيي ذكرى رحيل شاعر توفي قبل 24 عاما، ومن صحيفة القدس العربي: الموسيقى تقدم دعما نفسيا لطلاب مدارس صنعاء في مواجهة الحرب. أهلا بكم مشاهدينا، والبداية من موقع الموقع بوست، حيث عنون في صفحته الرئيسية: بدعم من مؤسسة توكل كرمان افتتاح مركز رعاية للعلاج الطبيعي لجرحى تعز. قال الموقع إن وكيلي محافظة تعز عارف جامل ورشاد الأكحلي افتتحا مركزا للعلاج الطبيعي والتأهيل الحركي والنفسي التابع لمؤسسة رعاية لأسر الشهداء والجرحى بدعم وتمويل من مؤسسة توكل كرمان الدولية. مدير المركز الدكتور يحيى الصالحي أشار إلى الخدمات التي سيقدمها المركز للجرحى من خلال الأجهزة المختلفة، إضافة إلى التأهيل النفسي للجرحى الذين يعانون نفسيا جراء الإصابات التي فقدوا معها أطرافهم وحواسهم بواسطة كوادر متخصصة. يتابع الموقع: تشير الإحصاءات إلى وجود أكثر من 20,000 جريح أصيبوا بالحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية على المحافظة. وإلى موقع عدن الغد، والذي عنوان: الحوثيون ينقلون مئات المعتقلين من السجن المركزي بالحديدة إلى مكان مجهول، حيث أفادت مصادر محلية بمحافظة الحديدة أن جماعة الحوثي وصالح نقلت عشرات المعتقلين في سجونها بمبنى السجن المركزي إلى مكان مجهول. قالت المصادر: عدد من أمهات المعتقلين وذويهم فوجئوا ببلاغ من قبل حراسة السجن المركزي يفيد بنقل المعتقلين دون تحديد الوجهة التي تم نقلهم إليها، وهي المرة الثانية خلال أسبوع التي يتم فيها نقل المعتقلين بعد نقلهم قبل يومين من سجن القلعة التاريخية إلى السجن المركزي وسط تخوف الأهالي على مصير أبنائهم. الكاتب اللبناني عبد الوهاب بدر خان كتب مقالا عن اليمن تحت عنوان: اليمن بعد عامين، إيران وإدارة الفشل، ونشره في صحيفة الحياة. وأضاف الكاتب: الحرب لم تبدأ بعاصفة الحزم، بل بالانقلاب ذاته تحت غطاء اتفاق السلم والشراكة الذي لم يكد يوقع تحت الضغط والتهديد، حتى كان الحوثيون قد أنهوا السيطرة على صنعاء وبدأوا الزحف إلى بقية المناطق، وكان بين أوائل إنجازاتهم إطلاق الإيرانيين المعتقلين بعد ضبط سفينة تهريب أسلحة مارس 2013. أما أولويات التسوية فوضعها القرار 2216 على أساس إلغاء نتائج الانقلاب في إطار احترام الشرعية والدولة والجيش. كانت مفاوضات الكويت الفرصة الأخيرة للإنقلابيين كي يظهروا استعدادا لهذا التنازل الحتمي وليؤهلوا أنفسهم كجزء من الحكم، لكنهم أرادوا حصة في الحكومة تفوق ما يستحقونه من دون أن يتعهدوا تسليم العاصمة. أما تسليم الأسلحة فلم يكن ولن يكون واردا لديهم، كونه يعادل الاستسلام في نظرهم. غير أن مفاوضات الكويت لم تقتصر على مناورات إيرانية لم تمر، بل اتسمت خصوصا بإبداء الأطراف الدولية مزيدا من الاستعداد للخداع والتخاذل، حتى لو تطلب الأمر مكافأة الإنقلابيين سعيا إلى صفقات مع إيران الخارجة لتوها من العقوبات الدولية. فعلى هامش المفاوضات أو المشاورات، وفق ما أصر الحوثيون على تسميتها، دفع الجانب الأمريكي باتجاه الضغط على الحكومة الشرعية، واستمر في ذلك من خلال اللقاءات الرباعية الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات، ثم في المسعى الأخير للوزير جون كيري قبيل مغادرته منصبه بغية تجريد الرئيس الشرعي من صلاحياته بعد إقالة نائبه. ولم يكن هذا العبث بتركيبة الحكومة الشرعية سوى استجابة لرغبة الإنقلابيين من دون الحصول على تنازل جوهري من جانبهم لمصلحة الحل السياسي. موقع الصحوة نت قال في أحد أخباره من محافظة إب:
الميليشيا الانقلابية تختطف طاقم الهيئة الطبية الدولية بمحافظة إب. قال الموقع إن مسلحي ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بمحافظة إب اختطفوا عددا من أفراد الطاقم الطبي التابع للهيئة الطبية الدولية وأودعتهم أحد السجون التابعة لها. مصادر محلية أفادت بأن مسلحين تابعين لقيادي حوثي عينته الميليشيا وكيلا لمحافظة إب أقدموا على اختطاف 9 من طاقم الهيئة الطبية الدولية بعد مداهمة محل إقامتهم. وأبدى مصدر في منظمة الهيئة الطبية الدولية استغرابه من التصرف الذي قامت به الميليشيا حيال طاقم الهيئة، مطالبا بالاعتذار ومحاسبة من قام به، مؤكدا بأن مثل هذه التصرفات ستؤثر بشكل كبير على عمل الهيئة الطبية بمحافظة إب ويحد من نشاطها. يذكر أن منظمة أطباء بلا حدود أعلنت الخميس عن توقف أنشطتها الطبية بمحافظة إب جراء تدخلات ميليشيا الحوثي وصالح في عملها وعدم التزامها الحيادة في أنشطتها التي تنفذها بهيئة مستشفى الثورة العام بمدينة إب. وإلى موقع المشاهد والذي عنون في صفحته الرئيسية: اعتداء مسلح على طبيبة في مستشفى الثورة بصنعاء. قال الموقع: مسلحون يتبعون جماعة الحوثي اعتدوا على طبيبة في مستشفى الثورة بصنعاء كانت تصور اعتداءاتهم على زملاء لها أثناء وقفة احتجاجية نفذوها للمطالبة بصرف رواتبهم. أضاف الموقع: تمارس ميليشيا الحوثي اعتداءات على جميع الموظفين الذين يحاولون الاحتجاج على عدم صرف المرتبات للشهر الخامس على التوالي. بعد عامين على انطلاق عملية عاصفة الحزم في اليمن إثر انقلاب تحالف ميليشيا الحوثي وجماعة علي عبد الله صالح على الشرعية اليمنية والقرارات الدولية، لا يزال السؤال الأكثر تداولا: متى تنتهي الحرب في اليمن؟ هكذا بدأ سلمان الدوسري رئيس التحرير السابق لصحيفة الشرق الأوسط مقاله المنشور في ذات الصحيفة، وقال الكاتب في جزء من المقال: وهو سؤال مشروع وطبيعي ومتوقع، فلا أحد يرغب أصلاً في الحروب ناهيك عن استمرارها، لكن هل من الممكن الإجابة عن هذا السؤال دون إلحاقه بسؤال آخر مشروع وطبيعي ومتوقع، وهو: هل يمكن أن تنتهي الحرب دون انتهاء أسبابها؟ بالطبع سيكون ضرباً من المستحيل أن تتوقف الحرب فجأة وأسبابها لا تزال مستمرة. كل الوقائع تثبت أن تعنت ميليشيا الحوثي صالح عقدة لا تزال في منشار جنوح اليمن للسلام وتخلصه من هذه الحرب. مع ميليشيا خرقت الهدنة 150 مرة داخل اليمن و30 مرة على الحدود اليمنية السعودية. ميليشيا ترفض أي تعاط مع المبادرات منذ مفاوضات الكويت. لا حل دون استمرار عمليات التحالف حتى تقبل الميليشيات بالحل السياسي. فمع كل المفاوضات التي جرت والمبادرات التي طرحت والهدن التي وقعت، من الواضح أن الميليشيا لا تفهم إلا منطق القوة، وعلى هذا الأساس فالمساران العسكري والسياسي في اليمن يسيران بالتوازي، فأي عملية سياسية تحتاج إلى طرفين، وهو أمر غير متوفر في الأزمة اليمنية، حيث أن هناك طرفا واحدا تمثله الحكومة اليمنية الشرعية التي تقبل بجميع المبادرات وتجلس على الطاولة وحيدة، وعندما تبحث عن طرف ثان فإنها لا تجده. وفي هذه الحالة لا مناص غير استمرار العمل العسكري إلى أن تقبل الميليشيات بالجلوس إلى طاولة التفاوض وإيجاد حل سياسي. قال موقع 26 سبتمبر إن محافظة مارب احتفلت بتخرج الدفعة الخامسة من قوات الأمن الخاصة، حيث شهد معسكر قوات الأمن الخاصة بمحافظة مارب حفل تخرج الدفعة الخامسة دفعة الشهيد مطهر المحلي دورات تخصصية. وفي الحفل أكد محافظ مارب اللواء سلطان العرادة أن ثمة مخاطر تحاول تهديد أمن المحافظة من قبل أعداء الوطن والشعب المتمثلة بالإرهاب والانقلاب، وهو ما يحتم على أجهزة الأمن اليقظة الدائمة. وإلى موقع الاشتراكي نت والذي تحدث عن أنشطة ثقافية تم إقامتها في مناطق خرجت من الحرب منذ مدة قصيرة، وعنون في صفحته الرئيسية: مدينة التربة بتعز تحيي الذكرى 24 لرحيل شاهد الورد والغبار
أو شاعر الورد والغبار. وقال الموقع إن رابطة قلم الأدبية وبالتعاون مع مكتب الثقافة بمديرية الشمايتين تحيي اليوم ذكرى رحيل الأديب والشاعر توفيق الزكري في مدينة التربة بمحافظة تعز. وذكر بلاغ صادر عن رابطة قلم تلقي الاشتراك نت تلقى نسخة منه أن الفعالية قسمت إلى صباحية شعرية إضافة إلى كلمات خطابية وفيلم وثائقي يستعرض مسيرة الشاعر الأدبية. قال الموقع إنه تم أيضا جمع نصوصه الشعرية بعد وفاته في ديوان تحت الطبع يحمل عنوان شاهد الورد والغبار. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. مجددا نرحب بكم، وفي مطالعتنا للصحف العربية نبدأ من صحيفة العربي الجديد والتي عنونت دور أمريكي متزايد في اليمن وتوجه داعم للتحالف. قالت الصحيفة إن وتيرة الضربات الأمريكية ضد الأهداف المفترضة لتنظيم القاعدة في اليمن عادت بعد الهجوم الأخير الذي تبناه التنظيم واستهدف مقر السلطة المحلية في محافظة لحج، الأمر الذي يتزامن مع تصاعد الحديث عن احتمالات توسع الدور الأمريكي العسكري في اليمن من محاربة تنظيم القاعدة إلى مساندة التحالف العربي في حربه مع الحوثيين. أكدت مصادر محلية في أبيان للعربي الجديد أن طائرات أمريكية حربية وأخرى تجسسية بدون طيار نفذت العديد من الضربات الجوية استهدفت موقعا يشتبه بأنه يستخدم كمعسكر لمسلحي تنظيم القاعدة في منطقة وادي النسيل بمديرية الوضية. قالت الصحيفة إن التساؤلات أثيرت بعد التصريحات الأمريكية الأخيرة التي تتهم إيران بمواصلة تهريب الصواريخ للحوثيين وعقب إلغاء واشنطن قيودا كانت قد فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على بيع الأسلحة للسعودية. قال اللواء الركن حسين محمد عرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليمني للخليج إن الأجهزة الأمنية تواجه تحديات كبيرة متمثلة بالإرهاب وبقايا الخلايا النائمة التابعة للإنقلابيين والتي تنفذ عمليات من حين لآخر، لكن هذا لا ينفي أننا خطونا الخطوات الأولى لإيجاد قاعدة يمكن أن ننطلق منها لبناء الأجهزة الأمنية. وقال الوزير إن معدل جرائم القتل انخفض من 4 أو 5 حالات يوميا قبل 6 أشهر إلى 0 تقريبا، حيث تم القضاء بمساعدة الأشقاء ودعمهم على هذه الظاهرة تماما، كما انخفض عدد الجرائم الأخرى مثل السرقة والخطف وغيرها، موضحا أن التركيز يتم الآن على التعامل مع الجريمة قبل وقوعها. وكشف الوزير عن ضبط العديد من عناصر الخلايا النائمة والشبكات الإجرامية المزروعة في عدن والتي أدلت خلال التحقيقات معها بمعلومات مهمة أسهمت في تفكيك وضبط خلايا إرهابية وتجسسية أخرى زرعها الإنقلابيون. وأوضح أن الخلايا النائمة في عدن متعددة الانتماءات والولاءات، فبعضها مرتبط بتنظيم القاعدة الإرهابي عقائديا، وبعضها الآخر يرتبط بنظام صنعاء سواء الحوثيين أو علي عبد الله صالح. صحيفة الحياة اللندنية عنونت في أحد تقاريرها: واشنطن قلقة من تهريب إيران أسلحة للحوثيين. قالت الصحيفة أبدت الولايات المتحدة قلقها من خطورة تقارير عن استمرار إيران بتهريب الأسلحة إلى اليمن، وذلك خلال جلسة لمجلس الأمن قدم فيها المبعوث الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ شرحا لجهوده. وقال دبلوماسيون اطلعوا على محضر الجلسة المغلقة إن وفد الولايات المتحدة أعرب عن القلق في شأن ازدياد الانتهاكات في اليمن وتصاعد العنف، كما أبدى قلقا خاصا في شأن تقارير عن إمداد إيران الحوثيين بمعدات عسكرية. وأضافوا أن المندوب الروسي قال في جلسة المشاورات المغلقة لأعضاء المجلس إن الرئيس فلاديمير بوتين وجه رسالة إلى القمة العربية أكد فيها استعداد روسيا للمساعدة في اليمن، محذرا من اتساع رقعة الإرهابيين المستفيدين من الفراغ في البلاد. القمة العربية محاولة لإحياء البحر الميت، تحت هذا العنوان جاء رأي صحيفة القدس العربية عن القمة العربية.
كان لافتا في هذا الصدد ومؤذيا للمشاعر قيام مندوب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتمرير مطالب إسرائيل بتعديل المبادرة العربية الشهيرة للتسوية، وهو الأمر الذي لقي تسويقا من قبل أمين عام الجامعة العربية وميلا مصيريا لتبنيه، ولكن الرياح كما هو واضح لم تجري بهذا الاتجاه، فتمكنت قمة عمان من النأي بنفسها عن هذه الشبهة بمساندة طبعا من الوفد الفلسطيني نفسه ومن عدة دول عربية أخرى. حضرت الصراعات العسكرية والسياسية في سوريا وليبيا واليمن أيضا وكانت مجال تجاذب، وكان لافتا هنا أيضا غموض الموقف المصري الذي دعا لعودة الشرعية، فكسب نظرة شزراء من الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي. كما كان لافتا موقف أمير الكويت الذي اعتبر الربيع العربي هو ما عصف باستقرار وأمن الدول العربية وليس الاستبداد والطغيان والاستنقاع السياسي، وكذلك دعوته للحوار مع إيران في موقف يعكس توازنات داخلية كويتية وابتعادا محسوبا عن مخاوف ومصاعب جارتها السعودية. إضافة إلى وجود روايتين حول قضية الإرهاب والمحاولة الفاشلة لتعديل الأجندة العربية نحو فلسطين وهجاء الربيع العربي والكلمات الدبلوماسية حول ضرورة الحل السياسي في اليمن وليبيا وسوريا، ولكن ليس في باقي الدول العربية، فإن الحاضر الأكبر كانت دولة غير المدعوة للحضور إيران، والتي قامت عمليا بتفويض ممثلها في العراق ولبنان والمتعاطفين معها في بعض الدول الأخرى بالحديث عنها. القمة كانت باختصار محاولة شبه موفقة لإحياء البحر الميت. صحيفة القدس العربية عنونت في أحد موادها عن اليمن: الموسيقى تقدم دعما نفسيا لطلاب مدارس صنعاء في مواجهة الحرب. يقول مدير البيت اليمني للموسيقى الفنان فؤاد الشرجبي للقدس العربي: ليس هناك أفضل من الموسيقى ضمن وسائل الدعم النفسي للأطفال في ظروف الحرب، فالموسيقى تعيد الاعتبار لقيمة الحياة في الذات، وبالتالي يتجدد تحت تأثيرها حب السلام والحياة بقيمها الإنسانية. ويوضح الفنان فؤاد الشرجبي، وهو مؤلف وملحن موسيقي: منذ بداية مارس نفذنا حفلات في خمس مدارس استهدفناها بالمشروع في أكثر المناطق تعرضا لقصف طائرات التحالف، ومن ثم فوجئنا بأن بقية المدارس توجه لنا الدعوات لضمها إلى برنامج الدعم النفسي للطلاب. ووفقا للشرجبي، فقد قدمت أغاني وطنية مع الأغاني المحببة للأطفال لمدة كانت تمتد في كل مدرسة من طابور الصباح وحتى الحصة الثانية. قالت دراسة نشرتها صحيفة الغد الأردنية أن الجوع والغضب والوحدة عوامل تنتج قرارات غير رسمية. قالت الصحيفة إن الإنسان يتخذ يوميا ما يصل لحوالي 35 ألف قرار، كاختيار ما يلبسه أو يأكله أو اختيار الكرسي الذي سيجلس عليه في الندوة التي سيحضرها. ووجد العلماء أن هذا العدد الكبير من القرارات اليومية يتسبب بإرهاق ذهني وجسدي للمرء، وعلى الرغم من أن مسألة اعتبار قوة الإرادة من المصادر اللانهائية وما يزال يدور حولها الكثير من الجدل، إلا أن المرجح أن قوة الإرادة من المصادر المحدودة المتاحة للمرء والتي تحتاج إلى الراحة والتغذية لضمان استمراريتها. وعن علاقة الجوع بالقرارات يقول العلماء إنه عند استنزاف المرء لطاقاته فإن قدرته على إصدار الأحكام السليمة تقل بشكل ملحوظ، مما يجعله يميل لتأجيل المهام الموكلة إليه أو يمكن أن يلغيها كليا في حال سنحت له الفرصة لذلك. دول الطوائف وإعلان وفاة العرب. تحت هذا العنوان كتب الفلسطيني فايز رشيد مقاله المنشور في القدس العربي، وقال في جزء منه: كم تغنينا بمرحلة التنوير أو بداية عصر النهضة في بدايات القرن الماضي، لكن إيمانويل كانت ربط ما بين سن الرشد والتفكير الشخصي المنعكس بالضرورة في المسلكية شخصية كانت أو عامة. من هذا المنظور جاءت صرخته التنويرية لتقول: أعملوا عقولكم أيها البشر لتكن لكم الجرأة على استخدامها، فلا تتواكلوا بعد اليوم ولا تستسلموا للكسل والمقدر والمكتوب. تحركوا وانشطوا وانخرطوا في الحياة بشكل إيجابي متبصر، فالله زودكم بعقول وينبغي أن تستخدموها. في وطننا العربي تجد المنظرين للديمقراطية والعدالة والتقدمية وتحرير المرأة، إنهم في ممارساتهم الشخصية الأكثر ديكتاتورية وظلما للآخر.
لا يطيقون ولا يسمحون بتفوق المرأة عليهم، يحاربون إنجازاتها ليبقوا هم من تتوجه إليهم الأنظار. من قبل عاش العرب في الأندلس مرحلة الطوائف، عندما استقل كل أمير من أمراء الأندلس ببناء دويلته المنفصلة عن الجسد الأم وتأسيس أسرة حاكمة من أهله وذويه، فنشأت 22 دولة. هل هي صدفة أن عدد دولنا العربية في عام 2017 هو 22 دولة؟ لذا فقد نشأت دويلات في غرناطة وإشبيلية وقرطبة والمرية وملقة وغيرها، ثم بدأت الدويلات في الانهيار واحدة بعد الأخرى، إلى أن جاء الملكان الأسبانيان فرناند وإيزابيلا اللذان أصر على عقد قرانهما في قصر الحمراء، حاصر بجيشهما غرناطة، فقام أبو عبد الله الصغير بتسليم مفاتيحها لهما، ونقض كل بنود الاتفاق معه، فطرداه وأجبراه على الخروج من إسبانيا نهائيا. وفي منطقة البشارات القريبة من غرناطة وقف يلقي نظرته الأخيرة على المدينة الضائعة، فخاطبته أمه قائلة: ابكي كالنساء ملكا لم تحافظ عليه كالرجال. المكان الذي توقف فيه أبو عبد الله في طريقه إلى المنفى أطلق عليه الأسبان اسم زفرة العربي الأخيرة. مضى أبو عبد الله إلى المغرب مكسورا في منفاه، إلى أن تم قتله في نزاع عادي. اختتم قادة الدول العربية قمتهم الاعتيادية التي انعقدت في الأردن، وأجاب عدد من المصورين أرجاء قاعة الانعقاد موثقين لجوانب مختلفة من القمة. نتابع الصور التي وردت في صحيفة الشرق الأوسط. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله.